ومحطتنا التالية يا نور، مع بنت من بلدنا اختارت انه تترك بصمة خاصة بعالم الحرف المشغولة والمشغولات اليدوية بطريقة انثوية، وبتهتم كتير مع الصبايا والسيدات، فكانت علامتها بعنوان دانتيلا. ليا، عم نحكي عن ضيفتنا لليوم دانيا اللحامي، بتدرس حقوق سنة ثالثة وكمان اختصت بديزاين، بنفس الوقت بتشارك ببازارات خيرية بمجال المنتجات من الأقمشة للسيدات. رح نتعرف عليها أكثر وعن علامة دانتيلا ونماذج من شغلها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحك فيكي. يا رب، أهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي، سعد صباحك. صباحك. خلينا نحكي عن دانتيلا، وخلينا نحكي عن يمكن هالاسم مستوحى من دانتيل أو من القماش تمام يلي بتدخليه بكل تصاميمك. تمام هلا دانتيلا ماركة جديدة نازلة على السوق إن شاء الله بقوة. بلشت من فكرة إنه أنا دارسة، إنه عملت سنة تصميم أول شيء و بكت عملت سنة تصميم و خلينا لكن خلص. نشوف لبين ما أوكي تروقي شوي، خلينا نشوف مع بعض مثلا هي شو. عندي هدول التنانير تنبس فوق الفيزونات، وممكن كمان تنبس مثل كنزيكات، و اوكي ايه بيكون بيان الدانتيل تبعها. هالدانتيل كلياته شغلنا وتصميمنا على الايد. كمان ايه تمام. يلا خلينا نحكي عن هذا عندك هدول الاشار كمان الاشربات. هيك يلا انا ايه وياك. تمام، هدول مثل شالات كمان بيستعملوا، بينحطوا على الكتاف وكمان مثل حجاب فينا نستخدمه يعني بالحالتين. ايه يا تمام، اشار يعني يا عمليات كتير. ايه خلينا نحكي كيف شاغلي هذا مثلا. ايه تمام. هلا هذا اول شيء مشتري قماش قطن، هذا كتير رقيق وحتى ما بينتش، يعني قماش كتير انه حلوة حتى على اللبس، هدلة كمان مو انه بتعمل انه فوليوم كتير. وعندك هدول بعدين شغل الدانتيل، هاد كلياته شغل انه كله بيتنقى، وانه تمام انه بدك تلبقي الدانتيل مع القطن كلياته يدوي. شغل كله شغل تمام، يدوي. شغل يدوي كلياته. شوفي خياطه كتير نظيفه. ايه و هيك يعني حتى ما بينسل او يوبر او ينتش. اوكي كمان بنشوف عندك هدول كمان تتوي معي. تفضل. ايه كمان هيك نفس الشيء، كمان هاد الدانتيل كلياته. طبعا بدك تختاري الدانتيل يبقى مع اللحشه وهيك، انه كلياته شغل انه يمكن ستايلات عصريه بنفس الوقت، يعني شغل يدوي وعم تستخدمي ستايلات عصريه يعني تناسب السيدات والصبايا فينا. ايه تمام. هلا مو بس انه شيء مثلا، كمان انه بيجوا انه الستات كبار بيقولوا لك انه طب وقلنا انه كل شيء انه خرج صبايا وهيك، بس طبعا هي يمكن كل شيء الاثنين فيهم طبعا يستعملوا كل نوعا شيء. ما الصبايا والسيدات، ايه تمام، خصوصا لانه قماش الدانتيل نوعا ما كمان كل السيدات فيهم. ايه طبعا كمان تستعمل انه مثلا يومي، انه لبس يومي ستايل يومي، وكمان تستعمل لستايل السيدات او حتى زيارات رسميه. هلا كمان عندي انه مثل تطريز، لحشات التطريز كمان، هذا كلياته بينحبك على الايد و دانيا خلينا نحكي، يمكن انت بتشاركي ببازارات تمام وعلى الفيسبوك او على مواقع التواصل الاجتماعي بتتواصلي مع الصبايا بيطلبوا منك قطع، وانت يمكن اوري قطعك وبتبيعيهم. اليوم يمكن قديش مواقع التواصل الاجتماعي فتحت مجال لكتير مننا انه هو بدل ما يفتح محل، لا انه بصير من البيت، انه بتكفي تمام دراستك وهي المهنه انت بتنفذيها يمكن بعمر صغير بعمر. ايه ايه تماما تمام. هلا اول شيء عملت كمان جروب على الفيسبوك، بلش يكبر شوي شوي، وبصمم كمان اي صبايا ممكن تعطيني مثلا مثل تصميم اللحشه اللي انا حاططها. ممكن اي تصميم ادرج على اللحشه، يعني بقدر احطه تمام، اي ديزاين بقدر احطه على اللحشه. وحتى شغله يعني احيانا صبايا كثير انه بيقولوا لي طب فيكي تعملي هيك، انه بقول لهم ايه اوكي، انه ممكن انه جربه اول شيء تجربه، وكمان بتكون فكره جديده انه لشغلي ممكن انه زيده. مثل عندي انه اذا الكنزه كانت كمان انه صبايا كثير بيحبوا انه ما يسمر، وخاصة بالصيف كتير انه اذا كنزة ابتة واسعة ممكن انه عاملة ابات تنلبس تحت الكنزات، وبنفس الوقت يعني انه سهولة فيك تقيميها مثلا حتى ما تنزع انه الستايل هي او موديل الستايل الكنزة. تمام، وبتكون متناسقة مع لبسك.
او الكمام مثل ما قلت لك عاملتهم كمان نفس الشيء. عامله كمام للايدين. ايه تمام كمام للايد. ايه وممكن انه اعمل سحاب بالاخير مشان ما تبين كمان بتبين انه مثل كانك لابسه قميص تحت كنزه او هيك. فعليا قديش صار لك تقريبا عم تصممي؟ هلا ما صار لي زمان، صار لي سنه تقريبا بهالمجال. ايه بلشته شوي شوي الحمد لله. هلا بلش انه من خلال مشاركتي بالبازارات، ببازار بكره احلى مشاركه، والحمد لله انه بلشت العالم تعرفني ويصير اسم انه دانتيلا. موفقه يا دانيا. يا رب اكيد بكل خطوه. طب اذا طلب حدا منك اضافات تانية غير الدانتيل يعني مثلا في الشك، في التطريز، في كتير تفاصيل يمكن تدخل على الاشاربات انه بحبوها الصبايا مواكبه للعصر او كتابه من خلال التطريز. قديش جين كمان بتقومي بهذا العمل ولا لا؟ بلا طبعا عم بقول لك انه اي فكره انه ممكن الصبايا انه حتى انه ممكن يعني مثل انا هلا اول شيء كيف بلشت معي كثير انه انزل على السوق وهيك انه ما لاقي انه الا لماما انه بدي انه شيء خاص فيني شيء خاص شي ايه انه ما تلاقيه بالسوق منه شغلات كثير بتفتقديها. ايه انه جربت ان هيك كمل فيها بلش فيها زبطت بالاخير الحمد لله. وكل ما لا ان شاء الله بتكبر لتصميم اكثر. يعني ممكن اي حدا تعملي له ديزاين خاص فيه؟ طبعا. طيب كيف بتقومي بتصميم الديزاين؟ يعني انا مثلا اذا بدي اقول لك بدي شيء بيشبهني او شيء خاص فيني، على اي اساس ممكن تصممي لي شيء؟ هي بتقترح غير اقتراح مثلا لك حابه اعمل شيء سبيسيال انه خاص فيني انا، فكيف بتعتمدي؟ يمكن بتقعدي مع الصبيه شوي بتشوفي هي شو بتحب؟ ايه طبعا يعني بشوف انه كيف تحب وكيف ستايلها وبقدر اعمل لها اي شيء. ومثل ما قلتي انه التطريز والشكل لياته كمان بشتغله، بس مالي جايبه لحشات على هالنساء. ايه على ماش مثل هيك بعمل تطريزات. نعم. ايه او الشك كمان. نعم. وكمان يمكن بشي بقطع الثياب اكيد بتقومي فيهم من وجهه. تحيه لوالدتك اللي هي عنا هاي النيليه على راسي. خلينا نشوف. يلا خلينا نحكي. هاي حكينا عنها طنط. تمام. اول شيء كمان هي انه عم انه بتنلبس مثل كنزات الكات بينلبسوا هيك عند الصدر و ايه وتحتهم فيزون كتير انه بيطلعوا كمان. حلو الفكره انه في يمكن انه شغلات عمليه اكثر من تمام شغل يعني حتى يعني اللحشات. ايه انه كتير صبايا سبورت بيوقفوا عندي كمان نفس الشيء انه بيستعملون لكتافهم انه للكتاف وهيك عمليات. نعم دانيا اكيد نحن كثير بدنا نتمنى عليك كل التوفيق وموفقه يا رب بمهنتك. وهيك ان شاء الله بنلاقيك اكيد منوره كل البازارات وعندك يمكن محلات باسم دانتيلا. ولوين حابه توصلي انت بالختام او بكلمه ختاميه؟ شو حابه تعملي؟ يعني حابه يكون لك مثلا هلا انت ببازارات عم تشاركي، حابه يكون لك شيء خاص او حابه يكون لك معارض خاصه او محل خاص؟ ايه تمام. هلا اول شيء انه من مشاركتي بالبازار اول شيء انه الواحد لازم وعلى الفيسبوك انه يعمل اسم، بعدين بتصير العالم انه بس تفتحي محل بتعرفك بتقصدك انه بهالمحل انه لك انه ايه كونتي ماركه ومحل لك. ان شاء الله انه بطمح لهالشيء. هلا بفتح القريب نقول نعم. يعني بعمر صغير قد ايه عمري؟ ايه هلا انا عمري 23 العمر كله. طيب اذا حدا يعني حب انه هو يتعلم كيف تشتغلي او هيك ماما ما بتسمحي انك انت مثلا يكونوا هيك حواليك رفقاتك تعلميهم تساعدوك او تكبري شغلك شوي شوي؟ اكيد انه اعمل ورشه كبيره ومعمل كبير ان شاء الله افتح محل. هلا ان شاء الله انه هي بالخطوه الجايه ان شاء الله افتح محل. بدي اسالك يعني قديش انت بتضلي يمكن مواكبه على الانترنت كل الموضه دانتيل كيف بيدخل؟ هلا ماما بتساعدني كثير بمجال ترويج على الانترنت. عرفتي مو على الترويج على الافكار. يعني الافكار قديش انه اليوم نحن عندنا الانترنت فيسبوك انستغرام طبعا عالم كبير كله عالم كبير فينا اكيد نستلهم منه مو نتنقل اكيد نستلهم يمكن افكار جديده. تمام. من انستغرام انه اجتني فكره الكمام هيك اللحشات كمان انه غير تماما عن السوق كمان نفس الشيء انه كتير لقيت مواقع تركية مثلا كتير بتلاقي هيك تصميم وعملته الحمد لله. طيب خلينا نحكي عمرك يمكن دانيا 23 سنة بالاضافة طبعا. يمكن لدراستك لقيتي شيء خاص فيكي. قديش اليوم فعلا انه مهم الشاب او الصبية خلال فترة دراسته انه يكون في شغل مرافق له يقدر يمكن يطلع مصروفه يساعد في مدخول البيت؟ هلا بدون الظروف يمكن الصعبة اللي عم نعيشها
ايه هلا فكرة حلوة انه قدرنا انه البازارات اللي هلا عم تنعمل انه براس مال صغير. يعني هو انا بلشت اول بازار الحقيقة انه كان كتير راس مال صغير وفكرة فكرة بلشت معي وانه شوف اقبال الناس عليها. بعدين لقيت انه الحمد لله هلا صار لي سنة تقريبا من بازار انه بازارات هيك اكتر شيء كمان بكرة احلى. الحمد لله انه العالم صارت انه بتكوني اسم كبير. أكيد دانيا نحن أكيد فخورين بشاب مثل حضرتك يمكن اختارت بجانب الدراسة مهنة ومهنة كتير جميلة ومبدعة وفيها أكيد حس أنثوي. كلمة أخيرة بتحبي توجهيها يعني لأهلك لرفقاتك اللي عم يدعموك قبل الختام؟ ايه انه بحب لك اقول لك كل بنت هلا حابه انه تعمل شيء انه ما توقف ولو براس مال صغير انه ممكن تساعد اهلها ممكن هي انه مع دراستها وفرت لها الجانب انه تمشي فيه ما تخلي انه ابدا امل انه هيك صغير دائما تحكي فيه تكبر فيه. نعم شكرا كثير لك شكرا لك على وجودك معنا واكيد بنحيي جميع الصبايا السوريات والمراه السوريه للمجهود الكبير اللي عم تقوم فيه خلال ظروف الازمه اللي عم نعيشها. شكرا كثير لك.